جاي اهو عشان استلم اول قلم. ام زكريا زملكاوي ولا محترف؟ زملكاوي. الاول ايوه وهوبا يا نهار ابيض عملها عملها وهوبا والهدف يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا مؤمن يا زكريا. كده هتفرق ولا زملكاوي يا اسطى؟ لا انا زملكاوي. زملكاوي زملكاوي انا اللي خلاني ابقى زملكاوي بصراحه من صغري. لما كنا نروح نلعب الاهلي الحكام كانت تنزل علينا ايه حرام عليكم بقى كرهت الاهلي بقى بصراحه. فبس تعادل للاهلي يا سر دينامو دينامو قوي قبل عن جدا كهرباء يا كهرباء خطير 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 وهوبا والهدف الله 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 عملها كهرباء كهرباء عنده صح كهرباء عنده صح. محمد مصلحي قال للمستشار معلش ممكن تجيب لي محمود علاء وانا اوعدك ان انا مروان عطيه ده مش هبيعه في يناير ولو بعته هيكون ليك. احمد القندوسي اسمه كده صح لعيب كويس والزمالك حابب ان هو يجيبه. اقول ان لبلك مش ناوي يفوت القلم كده. الرئيس مش عايز يعني مش عايز امشي لان نادي الزمالك اللي انا اتربيت فيه وانا من صغري يعني من صغري وانا كان نفسي من حياتي ان انا العب في نادي الزمالك. انت قلت لي من شويه انك زملكاوي جاي زملكاوي طبعا العيله كلها رئيس هم خايفين ترجع من المكان ده على النادي المنافس. ان شاء الله يا رئيس حتى لو فكرت ان انا ارجع مصر تاني باذن الله طبعا مش هرجع لبيتي تاني اللي انا شفت فيه كل حاجه حلوه. امام عاشور اهلاوي. قال دماغي فول الكلب.